بلاغ من القوات المسلحة الملكية بقرار سامي من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفي إطار المخطط الشامل للتعاون العسكري المغربي الأمريكي، تم تنظيم ما بين فاتح وخامس غشت 2022 بمراكش الدورة 16 لندوة الاتصال أفريكا إنديا 4، وذلك بشراكة مع القيادة الأمريكية. وأوضح بلغ للقيادة العامة للقوة المسلحة الملكية أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية عرفت هذه الندوة السنوية للاتصالات مشاركة 21 بلدا من إفريقيا والاتحاد الإفريقي. وأضاف البلاغ أنه خلال هذا اللقاء تناول العديد من الخبراء العسكريين الأمريكيين والمغاربة بالإضافة إلى ممثلي البلدان الإفريقية والشركات المتعاقدة مختلف المواضيع ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحديث وتتمين قدرات الاتصال وأنظمة المعلومات والتواصل.